أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. زميلتنا ريهام شعبان نقلت لنا أجواء ديوانية في المنطقة الشرقية تستقبل بشكل دائم ورش عمل متخصصة ودورات لاحتضان الموروث الشعبي للمنطقة. مو بس كذا، أيضا يقوم القائمون على هذه الديوانية باحتضان أي باحث عن التراث أو عمل فني شعبي. خلونا نتابع المزيد في التقرير التالي. الشعبي أساس الفنون، وسره المكنون يكمن في حميمية المكان وأصالة الزمان. أنا موجودة بين بشتختة وبين دلالة وبين إنسان شغفه وحبه خلاه يزرع الورد وتسقيه الأيام. أبو مقرن، وش اللي خلاك تفتح ديوانية ومتحف لأهل الحي عبد الله فؤاد؟ حبي لهم طبعا، وهذا حبي للأطفال والجيران، حبيت أحتويهم وأسوي لهم شيء ترفيهي لهم والأيتام الملاجئ. كيف تشوف صدى المكان وكيف تشوف إقبال أهل الحي؟ بالعكس، هما جدا مبسوطين وأنا مبسوط فيهم، متعاونين معي أكثر. ألاحظ أنك توجهت للأمور التراثية، تكلم لي عن هذا المنظور أكثر. التراث طبعا شيء جميل وما يمل، أبدا أبدا ما يمل، الكل من يشوفه الحنين إلى الماضي، وهذا اللي خلاني أتخصص في هذا الشيء، وأنا صار لي مدة طويلة يعني متخصص في ده، فخصصت نفسي باحث عن التراث ومحتضن الفن الشعبي. مشاركة اللي هنا عند أبو مقرن، كيف كأنتوا كحرفيين أو مهن قديمة، وش ضافت لكم بشكل عام؟ والله ايش اقول لك، بالعكس حلو يعني ان يجونا اضافات، يجونا اللي هو ناس يعني نحنيهم، نبدع في الحنه، كل مالنا نتطور في الحنه. يعني مثل ما تقولين على اول قديم كان حنانه زي كذا، بعدين تطور الشيء هذا، وحين كل ما زادت اللي هو مثلا جابنا احنا استضافنا ابو مقرن، تطور الاضافات، تتطور اللي هو النكشات الحنه الى الاحسن. يعني ماما سميره، وش هذا اللبس اللي لابسه؟ هذا تراث يدتي وامي وعماتي وخالاتي كلهم، هذا لبسنا. هذه البطوله صار لها 50 سنه، يعني انا احب التراث، هذا شخصيتي، هذا زي ماما سميره من طلعت من 7 سنين وانا هذا تراثي، احب التراث، احب الاشياء القديمه، احب البس الذهب في كل محل. يعني بمناسبه عندي حنه، عندي اي حفله ابرز روحي. الحين البنات ما حد يلبس ذهبات، يعني كلها ميولهم الماس واكسسوارات، بس الذهب تحسين الوحده اذا لبست الذهب تطلع عروس. كل مره يستضيفنا ابو مقرن في وقت المناسبات وجزاه الله خير. يعني هذه المهنة صناعة القراقير يسمونها، أو صناعة شباك الصيد السمك، وهذه مهنة قديمة طبعا، وهذه تصنع من الأسلاك، الأسلاك الفولاذية، ما تصدي في البحر 7 أشهر، تقعد 7 أشهر ما تغير. مقرن طبعا محتضن كل هاوي له علاقة في التراث، وبخصوصا طبعا التراث الشعبي. وما شاء الله كل زيارة احنا نجي عند ابو مقرن في الديوانية نتعرف على ناس اكثر لهم علاقة في نفس الهواية تبعنا، وهنا تتسع دائرة ايش المعارف عن طريق هالديوانية. ديوانية تحمل من التراث الشعبي والتراث الشرقاوي والنجدي، طبعا تراث يحمل صفات المملكة. لكل جيل وقفته، ولكل وقفة موقف وذكريات. هذا حديث علم النسلولوجيا اللي يغدي فينا الذكرى ويجمعنا بحنين. يا رب انكم استمتعتوا معي انا ريهام الشعبان لبرنامج سيدتي الدمام.